ربنا يخليك. وماتشاتنا مهمة زي ما كريم قال، وكله منتظر النهاردة، لأن أولا تاريخ المواجهات بين الأهلي والبنك الأهلي ما هياش يعني فيها جاب كبير، هتواجهوا 4 مرات لو هنتكلم لحد دلوقتي، 3 تعادل، فوز 1 للأهلي، 2 للأهلي، 1 للبنك الأهلي، يعني تاريخ المواجهات مش يطمنك قوي لو أنت رجعت ليه. في نفس الوقت أنت عايز تفوز عشان تروح وتقلب الصفحة المحلية وتنتقل لكأس العالم للأندية، وأنت واخد الثقة اللي هي اكتسبتها من كل الماتشات اللي فاتت، اخرها كان طبعا مواجهه الزمالك ومباراه القمه والثلاثيه الجميله. طبعا فخلينا نبدا من هنا. طبعا يعني بنبارك للجمهور النادي الاهلي الثلاثيه الجميله اللي اتحققت، وان شاء الله هنرجع لها اكيد، لكن طبعا كل مباريات النادي الاهلي مهمه وصعبه. صحيح. مهمه لان الاهلي محتاج لكل نقطه في مباريات، محتاج دايما لل3 نقاط ولا تفريط في اي نقطه، مهم جدا يعني، الا طبعا لو كان اعذار خارج ارادتك يعني. لكن صعبه كل ماتشات الدوري السنه دي صعبه، مفيش مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي لاي حد بينافس، دايما مباراه الاهلي صعبه لان الناس كلها بتلعب مباراه الاهلي كانها المباراه الاخيره بالنسبه لهم، كانها مباراه كاس، كانها مباراه يعني خلاص اخر مباراه في الكون، المباراه اقصائيه يعني. المباراه اقصائيه، وده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، وده قدر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يعتبر افضل فاترين عرض لعرض اي حد يعني، فمش بيعرض نفسه بس، ده بيعرض الاخرين كمان طبعا. اي حد عايز يعرض نفسه فبيعرض نفسه قدام النادي الاهلي، فعشان كده كله بيبقى عنده دوافع، عنده حماس، عنده رغبه في تحقيق نتيجه طيبه قدام النادي الاهلي. الفكره ان 4 مواجهات، طبعا البنك الاهلي حديث بقاله موسمين موجودين في الدوري، لكن السنه دي الحقيقه يعني على غير المتوقع، بالرغم ان هم دعموا بصفقات كتيره جدا لكن لم يحققوا النتائج المرجوه حتى الان. 14 مباراه لعبوها، فازوا في مباراتين فقط، اتعادلوا في 6، خسروا في 6، عندهم 12 نقطه، جايبين 16 جون عليهم 19، يعني نتائجهم كلها سلبيه، تغيير كبير جدا في الاجهزه الفنيه، بدايه من الكابتن خالد جلال بدا الموسم تقريبا لغايه الموسم 9 أو 10، بعد كده كابتن حلمي طولان كمل معاهم 4 5 مباريات لم يكسب الا مباراه ورحل وتولى المهمه الفنيه المدرب الشاب الواعد كابتن امير عبد العزيز. اعتقد عنده طموحات كبيره جدا، عنده رغبه كبيره جدا، يمكن عندهم كان عندهم ماتش الاخير مع الاتحاد السكندري وبداوا المباراه بدايه حلوه قوي يعني، تقدموا 2-0 في الشوط الاول على الاتحاد السكندري، لكن الاتحاد السكندري قدر يعمل رومنتادا غريبه جدا في الشوط الثاني وقدر يكسب 3-2، ده بيصعب المهمه في مواجهه النادي الاهلي طبعا. كمان النادي الاهلي جاي وعامل فوز كبير جدا على نادي الزمالك ب3 أجوان بعد عرض كبير جدا في الشوط الثاني، اعتقد ان الناس عندها رغبه في ان احنا نشوف نفس الانتصار، نشوف نفس، لكن كل مباراه بيبقى ليها ظروف. الناس عندها رغبه مش ان هي تشوف نفس اللي شفناه، عايزه تشوف اعلى على الاقل من يعني. منطلق ان نادي الزمالك برضو كانت يعني عنده كتيبه مدججه بالنجوم وثقه لنادي الزمالك وزخمه المعهود، لكن البنك الاهلي زي ما حضرتك بتقول هو حديث نسبيا بالدوري اصلا. بالظبط بالطبع يعني، انا من وجهه نظري انك لما تواجه فريق كبير واسم كبير وتقيل بتبقى اسهل من انك انت تواجه فريق يعني مش هقول اقل، لكن فرقه بالظبط بتواجه ليه، لان معظم الفرق بتواجه الاهلي بطرق دفاعيه كبيره جدا يعني، لكن فده بيصعب المهمه. اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يقدر يحقق الفوز، لانه فوز مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد الفوز على الزمالك والمعنويات العاليه، كمان دي المباراه الختاميه للنادي الاهلي قبل سفره الى مونديال العالم، الى البطوله العالميه التي لم يشارك فيها من مصر الا النادي الاهلي 8 مرات، 3 برونزيات، حاجه عظيمه جدا، حاجه عالميه جدا للنادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان ما يحققه الاهلي في البطوله السنه دي ان شاء الله يكون افضل من البطولات السابقه.